السلام عليكم خوتنا، كيما شتو تصاور رانا في رانا مقبلين على حدث كبير راح يتنظم هنا في الجزائر، اللي هو معرض للطيور الاول من نوعه في الجزائر، وراح يتقام في اودا ان شاء الله غدوه غدا مر الجمعه ونهار السبت كامل. يعني من هذا الفيديو ندعو كامل يشوف هذا الفيديو يجيو ان شاء الله، مرحبا بكم. ونشكر بزاف الخوالي، بالك مانيش مبان بزاف في الفيسبوك في اليوتيوب هذايا، لا غير اكوز دو كيما نقولوا شويه شغالات، هذا ما كان شويه شغالات وشويه خدمه وقرايه بديت فيهم، ومع الانشغالات مع الجمعيه اللي كيما شفتوا تصاور دوكا. ونشكر بزاف الناس اللي حست بهذا الغياب هذا، بين كاين يعيطوا لي كامل، وكاين يديروا فيديو في اليوتيوب، وكاين يبعثوا لي ميساج كيما خويا سفيان يعطيكم الصحه. مور المعرض هذا، باسكو دالي يعني كنت من كنا يعني من الجماعه اللي كانت يعني تنشط ان شاء الله المعرض، كنت شويه كان الوقت عندي ضيق بزاف. مور المعرض ان شاء الله نعاود نولي اصحابنا كامل حبابنا. المهم انا ندعم هذا الفيديو، اللي يشوف الفيديو هذايا يجي المعرض هذايا غدوه ان شاء الله مور الجمعه ونهار السبت، نتلاقاو كامل مربيطور في الجزائر، حدث كبير بزاف ان شاء الله يكون، ونتلاقى المربيين، احتكاك ما بين المربيين يكون عباد، كاين بزاف ما تلاقاوش مع بعضهم بالك عوام كيما انا بيرسونالمون، كاين بزاف عباد ما نعرفهمش غير في الفيسبوك، حنتلاقى بهم نهار السبت ان شاء الله. وكاين عباد تاني بالك كان ان كونفلي بيني وبينهم، ولا مادا بيا هذا فرصه تاع التصالح، هذه هي خوتي. المهم اللي شاف الفيديو هذا كامل مرحبا في اودا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.